المزيد من المتابعة والتفاصيل عشان نتعرف على يعني الحملات الانتخابية في الخارج، وأيضا يعني الأنباء أو الأخبار عن بدء الانتخابات في الخارج الأول والثاني والثالث من ديسمبر. بينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ عادل حنفي، أحد أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ نان. نحن على بعد يعني أيام من بدء الانتخابات في الخارج، وخليني أعرف من حضرتك فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، كيف هو المشهد الانتخابي؟ هو مبدئيا المملكة العربية السعودية بها أكبر جالية على مستوى العالم، نقترب من 3 مليون. احنا في انعقاد دائم، وكان عندنا مؤتمر حاشد في أكتوبر الماضي لدعم وتأييد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا تزينت السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة المصرية بجدة بالخيام والمياه والعصائر، كل ده من أبناء الجالية المصرية. الجديد يا أستاذة نانسي في الانتخابات 2024 هو إقبال غير عادي لشباب مصر المخلص، واندل فليدل على الوعي لدى شبابنا الجميل وأيضا سيدات مصر العظماء. احنا باستمرار في اجتماعات، تم توفير باصات لنقل الناخبين من أماكن داخل مدينة الرياض، تقريبا 62 باص، كل ده بمجهودات أبناء الجالية المخلصين العاشقين لتراب مصر. الكل إن شاء الله هنقدم كرنفال وعرس ديمقراطي إن شاء الله العالم هيتحدث عليه، كما حدث في 2014 و2018. أيضا تبرع أحد رجال الأعمال بمجموعة كبيرة من ألعاب الأطفال، لأنه ده بيبقى عرس الأسرة، بتيجي الأب والأم والأطفال، فيتم توزيع الألعاب على الأطفال القادمين برفقة زويهم. تم توفير وجبات للناخبين القادمين من أماكن بعيدة عن الرياض. صحيح، يعني بتبقى لحظات الحقيقة وطنية أستاذ عادل، أو خليني أسميها احتفالية، خصوصا يمكن أنكم بشكل أو بآخر بعاد عن الوطن، مش كده ولا إيه يا فندم؟ إحنا جوه الوطن أستاذ نانسي، وعلى فكرة المصريين بالخارج دائما وأبدا هما حائط الصد عن مصرنا الحبيبة، وأنا باستمرار بقول أن المصريين بالخارج وطنيتهم تزيد أيضا عن أهالينا في مصر. ومن خلال حضرتك أنا بدعو أهالينا في مصر أن لازم ينزلوا بقوة بإذن الله تعالى، لأن مصر بتمر بفترة مرحلة زي ما حضرتك عارفة المشاكل اللي احنا بنمر بيها. إن شاء الله هيبقى كرنفال وهيبقى عرس إن شاء الله، كل الفضائيات المصرية وغير المصرية هتتكلم عنه، وهنثبت للعالم أن احنا عشاء لتراب هذه البلد ومحبين بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا أستاذ عادل، فكرة المشاركة أو قوة المشاركة، وخليني هنا أسألك، لو بنوجه دعوة للنزول للانتخاب في الأيام الخاصة بالانتخابات سواء كان في الخارج أو في الداخل، إيه الدعوة اللي حضرتك توجهها يا فندم؟ بقول للمصريين في الداخل والخارج، مصر محتاجاكم، مصر بتقول لكم انزلوا شاركوا، لازم لابد من الحشد، لأن احنا في مرحلة صعبة تمر بها البلاد، في مرحلة فاصلة في تاريخ مصر، عندنا رئيس دولة لم ولن يتكرر. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، السعوديين وغير السعوديين من جنسيات أخرى والله بيحسدونا على هذا الرجل. ما وصلت إليه مصر من تقدم في مجالات عدة، أولا الأزمة الاقتصادية بتضرب كل العالم، بس احنا من افضل الدول اللي الحمد لله متماسكة وماسكة نفسها هي مصرنا الحبيبة. اصبح عندنا جيش من اقوى 10 جيوش في العالم، احنا فخورين بمصرنا الحبيبة، فخورين بسيادة الرئيس. ان شاء الله هنثبت للعالم ان المصريين في الخارج دائما وابدا، لما مصر بتقول تعالوا احنا بنكون سابقين ان شاء الله. استاذ عادل، يعني خليني استثمر وجود حضرتك معايا، وحضرتك يعني واحد من رموز الحقيقه الجاليه المصريه وتحديدا في المملكه العربيه السعوديه، بتشوف ازاي الخطوات او يعني الاجراءات يمكن اللي اتخذتها الدوله خلال السنوات الماضيه للمصريين في الخارج تحديدا؟ طبعا بدايه لما طلبنا من سياده الرئيس ان احنا محتاجين وزاره خاصه بينا، اصبح لينا وزاره
وهي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. لما طلبنا قلنا احنا محتاجين طيارة بدون جمارك، الدولة لبت ده. لما قلنا ان احنا عايزين نشحن جثمان على نفقة الدولة، الحمد لله بنشحن الجثمان على نفقة الدولة. يعني الدولة المصرية لم ولن تتأخر على المصريين في الخارج. لما قلنا عايزين نعمل شركة مساهمة مصرية يشارك فيها المصريين في الخارج، ما تأخرتش الدولة. لذلك ده جزء بسيط احنا بنرده لمصرنا الحبيبة، هو المشاركة في انتخابات 2024. الحقيقة يا فندم، يعني بنتمنى الحقيقة أن يكون هناك نسبة مشاركة كبيرة جدا للمصريين في الخارج. وأنا بشكرك الحقيقة على هذا الحديث أستاذ عادل حنفي، أحد أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.